وأحب الأمور إلينا وما نأمله وما نتمناه، وكنا نتمناه منذ اليوم الأول أن تكون الحرب مباشرة بيننا وبين الأمريكي والإسرائيلي، ولا أن يحاربنا الأمريكي عبر عملائه. سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية. نحن لسنا ممن يقف مكتوف الأيدي والعدو يضربه، نحن شعب نأبى الضيم. أحب الأمور إلينا وما نأمله وما نتمناه، وكنا نتمناه منذ اليوم الأول أن تكون الحرب مباشرة بيننا وبين الأمريكي والإسرائيلي، ولا أن يحاربنا الأمريكي عبر عملائه. إذا أراد أن يرسل جنوده إلى اليمن فإنما سيواجه في اليمن ليعرف وليفهم وليتيقن، وبإذن الله تعالى سيكون أقسى بكثير مما واجهه في أفغانستان ومما عانى منه في فيتنام.